مساء الخير وأهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من شؤون عربية، ويتجدد المتابعات ونظر أكثر قربا لكثير من الأحداث اللي بتشهدها منطقتنا العربية بشكل عام، وإفراد ربما لمساحة أكبر للتعرف بنظر أكثر قربا على تطورات الأحداث في لبنان، تجدد التظاهرات، تصاعدها، و ما يثار أيضا من أحاديث حول تسوية سياسية ما ربما تتوج بتسمية لرجل أعمال سمير الخطيب لتشكيل حكومة قد توصف بأنها تكنو سياسية، وإن كان أيضا في المقابل ربما يعني سقف التوقعات الإيجابية بالنسبة لها فيما يتعلق بتعويلات المتظاهرين، هذا السقف متدني للغاية مما يرجح أن تستمر هذه الأجواء المعارضة لمجريات الأمور في لبنان وسط أجواء اقتصادية خانقة كذلك، وكثير من تساؤلات عما سوف تودي إليه هذه المرحلة التي يشهدها لبنان الشقيق. نبقى معكم مشاهدينا الكرام وجولتنا العربية المعتادة، واللي حنبدأها بإصدار مجلس النواب الأمريكي قرار رمزي يدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أعقاب خطوات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبرت منحازة بشدة لإسرائيل. ووافق المجلس بأغلبية 226 صوت مقابل اعتراض 188 على قرار غير ملزم ينص على أن حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن يضمن بقاء إسرائيل كدولة يهودية ويلبي تطلعات الفلسطينيين المشروعة لقيام دولتهم. ينضم إلينا المزيد من المتابعة سيد واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية الشعبية. أهلا بك سيد واصل. أهلا وسهلا. أهلا بك. بالتأكيد يعني فيما نتحدث عن الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة والأجواء الحالية التي ربما تعرقل تحقيق هذا الحلم، وما أصدره مجلس النواب الأمريكي من قرار رمزي يدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يتزامن ذلك أيضا مع ذكرى تأسيس الجبهة الشعبية الفلسطينية، يعني كيف تنظرون إلى دلالات هذا التزامن؟ يعني أنا بعتقد أنه منذ 7 ديسمبر 2017 عندما أعلن الرئيس ترامب عن القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة في 14 مايو/أيار بعد ذلك، وما قام به من محاولات طمس حقوق الشعب الفلسطيني من خلال ما يسمى صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، كل ذلك كان يجري عن قليل المساق من أجل إعطاء ضوء أخضر أو مزيد من الضوء الأخضر للاحتلال لفرض سيطرته ومحاولة فرض وقائع على الأرض سواء من خلال بناء وتوسع الائتمان الاستيطاني أو الحديث عن ضم أراضي وغير ذلك، لتتوج أخيرا من خلال تصريحات وزير الخارجية الأمريكي. نعم. الذي تحدث عن شرعنة الاستيطان الاستعماري ومحاولة ضم أراضي فلسطينية، لذلك يأتي قرار مجلس نواب الكونغرس الأمريكي بالاتجاه الصحيح، يأتي خلافا لكل ما قامت به إدارة الرئيس ترامب من محاولة تمييز صفقة القرن التي تهدف تصفية القضية الفلسطينية، ونحن نعتقد أن ما يحدث الآن من خلال ردود فعل كل المجتمع الدولي، الأمة العربية والإسلامية ولا شك 14 دولة في مجلس الأمن الدولي تحدثت بشكل واضح تماما عن رفضها لما يتعلق بشرعنة الاستثمار الاستعماري. كيف يمكن استثمار هذه الخطوة والبناء على هذا القرار أمميا ودوليا من وجهة نظركم؟ أنا بعتقد أنه بات مطلوب أكثر من وقت مضى أن يكون هناك جدية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، هذا هو البناء الجدي والحقيقي بعيدا عن محاولة فرض بيعة الغاب لزعزعة الوضع في المنطقة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصاد، وبالتالي نحن نسعى فعلا من خلال الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، وخاصة القرار الأخير رقم 2334 أصدر مجلس الأمن الدولي نهاية عام 2013 حول الاستيطان الاستعماري وعدم شرعيته وقانونيته، ونسعى ايضا من اجل التوجه الى المحكمه الجنائيه الدوليه بعد ان انضممنا الى معاهده روما التي تعتبر ان الاستيطان الاستعماري هو
جريمة حرب حسب القوانين الدولية، وبالتالي كل ما تقوم به حكومة ترامب لابد أن يكون لاغي وليس له مكان على الأرض في سياق محاولة تطبيق حقوق الشعب الفلسطيني. نحن نسعى من أجل أن تكون حقوق الشعب الفلسطيني، من أجل أن يكون هناك أمن وسلام واستقرار على قاعدة الشعب لحقوقه بالدولة الفلسطينية وارتفاع العاصمة لها وضمان حقها للاستقلال. أشكر جزيل الشكر السيد واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الشعبية. أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام دون تحرير الأراضي العربية. وشدد رئيس في كلمة مصر في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا جادا تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ حرب يونيو عام 67 سواء في فلسطين أو الجولان السوري. إلى العراق حيث ساد الهدوء العاصمة بغداد عقب مقتل وإصابة العشرات نتيجة اعتداء مسلحين على المتظاهرين الليلة الماضية. في هذا الاعتداء على مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد ما دفع الجيش العراقي إلى نزول قواته إلى ساحة الخلاني والمناطق المجاورة لها لحماية المتظاهرين. الهجوم على المتظاهرين جاء بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين قالت واشنطن إنهم يأمرون بقتل المحتجين، حيث أكد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية أن بلاده فرضت تلك العقوبات في الوقت الحالي لإبعاد هؤلاء الأشخاص عن أي دور في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور أيمن الشمري وهو المتخصص في الشؤون السياسية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. كيف تنظرون إلى التطورات الأخيرة في العراق ويعني فكرة فرض عقوبات لإبعاد يعني من نظر إليهم بأنهم يعني متورطين في التعاطي بالقوة مع المحتجين عن أي دور في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟ بالنسبة للوضع يعني الاحتجاجات في العراق أخذت منحى يعني خطير جدا، وهو تصاعد العنف المفرط من قبل الحكومة من قبل جهات تابعة للأحزاب السياسية، وهناك إصرار يعني حكومي وحزبي في دخل العراق على القضاء على التظاهرات باستخدام القوة والسلم الفضائيين. لا تجد الناس عقلانية في التعامل مع التظاهرات، ولا تجد أن هناك حلول أخرى غير الأمنية تدور في يعني خلق السياسيين والأحزاب السياسية الحاكمة. لذلك نتوقع أنه المزيد من هذه الأعمال العنفية والأعمال الإجرامية التي حدثت تمزرت القارحة في تونس وقبلها تمزرت النجر تمزرت الناصرية. أحسن بالنسبة للأحزاب الحاكمة يعتبرون أن الموضوع خارج البرلمان والذهاب مع الانتخابات في فترة هو نهاية أمرهم السياسي في العراق، لذلك الموضوع بالنسبة لديهم هو أن يتركون أو لا يكون، لأن تورطوا في قضية قضايا فساد كبيرة ونهبوا ثروات العراق. نعم. وطبعا يعني تجدر الإشارة لما أثير من تساؤلات في عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين قالت واشنطن إنهم يأمرون بقتل المحتجين. أشكر جزيل الشكر على هذه المتابعة وهذا التحليل الدكتور أيمن الشمري الأستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد. بدأ الجزائريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر هذا التصويت من المقرر أن يستمر حتى الخميس القادم. وكان مرشحو الرئاسة الجزائرية الخمسة قد أجمعوا خلال مناظرات تلفزيونية مساء الجمعة على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد عقب الانتخابات الرئاسية، وتعد هذه المناظرة هي الأولى من نوعها التي تشهدها الجزائر منذ استقلال البلاد في عام 1962. استحقاق ديمقراطي ينتظره الجزائريون نحو التغيير وتعديل مسيرة البناء والتشييد من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، فقد بدأت عمليات الاقتراع لأبناء الجالية الجزائرية بالقاهرة حيث فتحت القنصلية أبوابها في 9 صباحا، والتي شهدت توافد أعداد من أبناء الجالية للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي. على غرار المواعيد الانتخابية
الماضية تم فتح مكتبين لفائدة المواطنين الجزائريين المقيمين هنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة. المكتب الأول هنا في مقر سفارة الجزائر بالقاهرة، والمكتب الثاني بمدينة الإسكندرية الذي يبعد بحوالي 220 كيلو من العاصمة. نتأكد من هويته وبطاقة الناخب في سجل الناخبين، بعد ذلك يتم أخذ البرقية وورق مترشحين، ويذهب إلى الغرفة التصويت ويختار ما يشاء الإنسان مع الناخب، ويأتي هنا بعد ذلك إلى الصندوق يضع البرقية بتصويته. أبناء الجالية الجزائرية بالقاهرة والبالغ عددهم 2620 ناخب وناخبة أغلبهم من السيدات أدلوا بأصواتهم بكل سهولة ويسر وسط استعدادات مكثفة بمكاتب القنصلية بالقاهرة والأسكندرية، والتي قامت بتعريفهم بمواعيد وأماكن الاقتراع وحثهم على المشاركة السياسية. أقول لكل الناخبات والناخبين إنهم ينزلوا فوراً ينتخبوا للجزائر، للجزائر، وكررها للجزائر. اليوم جيت نأدي واجبي الوطني وانتخبت، وإن شاء الله نتمنى من الرئيس الجديد يكون رجل صالح إن شاء الله للجزائر، ورب يحفظ الجزائر إن شاء الله يا رب. العملية التصويتية لأبناء الجالية الجزائرية بالقاهرة تتواصل لستة أيام لتبدأ عمليات فرد الأصوات وإعلان النتيجة وتسليمها لدى اللجنة العليا للانتخابات بالجزائر. الانتخابات الرئاسية الجزائرية تمثل علامة فارقة في تاريخ الشعب الجزائري الذي يشارك في هذا الاستحقاق الديمقراطي، ليبقى صندوق الاقتراع هو الفاصل في التعبير عن الإرادة الشعبية الحقيقية وتحديد مصير شعب يتطلع إلى البناء والتنمية والاستقرار. من مقر السفارة الجزائرية بالقاهرة، أحمد ممدوح لبرنامج شؤون عربية. وحول الأجواء المهيمنة على الانتخابات الرئاسية الجزائرية ينضم إلينا المزيد من المتابعة السيد محمد سي بشير الأكاديمي والمحلل السياسي. مساء الخير، تحية لك. خير أختي، وأهلا بمشاهديك الكرام. من متابعتكم وتحليلكم أبرز ما يميز المشهد الانتخابي الجزائري هذه المرة، وإلى أين يتجه هوى الناخبين والوجوه أو الشخصيات الأوفر حظا أيضا من رؤيتكم؟ طبعا هناك أكثر من قراءة لهذه الانتخابات الرئاسية، لأنها تجري في أجواء مشحونة نوعا ما. لماذا؟ لأن هناك قطاع واسع من الحراك يخرج يوم الجمعة، يخرج يوم الثلاثاء، رافض ليس للانتخابات كإجرائية ديمقراطية ولكن كهندسة قام بها النظام. لماذا؟ لأنه يريد المضي لهذه الرئاسيات طبعا تقنينا، ترشيحا، وهندسة. في الجانب الآخر هناك سلطة ترى بأن الحل والخروج من الانسداد يتم عبر إجرائية الانتخاب، ولذلك وضعت خارطة الطريق انتهت إلى هذه الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم في الخارج وتجري يوم الخميس على الأرض الجزائرية بخمسة مرشحين كانت لهم مناظرة أمس كأول تجربة للجزائر مع هذا الأسلوب الحضاري في الانتخابات. تبعها المؤيدون لهذه الانتخابات، وطبعا الرافضون للانتخابات كانت لهم بعض الانتقادات على الانتخابات بشكل عام وعلى هذه المناظرة. طبعا لماذا؟ لأنهم كانوا يتمنون أن تكون الانتخابات عرس ديمقراطي كبير لو كانت هناك توافق مجتمعي عليها ومشاركة من مرشحين آخرين يرونهم أفضل ممن ترشح إلى هذه الانتخابات، لأنهم يعتبرون رموزا للنظام السابق، نظام الرئيس بوتفليقة، رئيسي وزيرين سابقين وأمين عام وعضو لحزب جبهة التحرير الوطني. وبذلك فهناك استقطاب حاد داخل الجزائر بشأن هذه الانتخابات. نعم، سيد محمد سي بشير الأكاديمي والمحلل السياسي الجزائري، أشكرك جزيل الشكر.
إلى الملامح المميزة للمشهد اللبناني على خلفية التظاهرات والتطورات الأخيرة وربما تطلعات أيضا لأن يكون هناك حراك سياسي ينبغي أن يكون ليحل أزمة الفراغ الحكومي حتى هذه اللحظة. ويسعدني أن يكون معنا في هذا اللقاء في هذه الحلقة من شؤون عربية الأستاذ فادي عكومة الصحفي اللبناني. أهلا بك. أهلا بك. اسمحنا نتابع سريعا من خلال التقرير التالي المستجدات في لبنان ونعود للمزيد من المتابعة والتحليل. إلى التقرير. بقوة وبزخم أكبر تعود تظاهرات إلى الشارع اللبناني قبل يومين من انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة بتشكيل الحكومة الجديدة. المظاهرات انطلقت في مختلف مناطق البلاد لا سيما في العاصمة بيروت التي شهدت إقدام شخص على إحراق نفسه احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. المحتجون وصلوا حراكهم في منطقة البقاع وطرابلس شمالا وصيدا جنوبا، كما استمرت الوقفات الاحتجاجية أمام مرافق ومؤسسات حكومية عدة، حيث يطالب المحتجون بتشكيل حكومة كفاءات وليست سياسية، حيث سبق ورفضوا التسريبات بتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة. الأزمة الاقتصادية الحادة التي واجهها لبنان دفعت رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى مناشدة مزيد من الدول الصديقة لبلاده مساعدتها على استيراد السلع الأساسية بما يضمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج. مصادر أوروبية أكدت أن فرنسا تصدر حاليا دعوات لاجتماع في 11 من ديسمبر الجاري للمجموعات الدولية لحشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمته الاقتصادية الخانقة. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية كبيرة تفاقمت منذ بدء الاحتجاجات في 17 من أكتوبر الماضي التي يطالب فيها المتظاهرون بإقالة الحكومة اللبنانية وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن نظام المحاصصة السياسية وكذلك بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد. هل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة مرضي لجميع الأطراف؟ هل يحتوي غضبة المتظاهرين في الشوارع اللبنانية المختلفة؟ هل من حلول وسط؟ هل يمكن أن يعني يوصف تكليف رجل أعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة تكنو سياسية يعني التسوية السياسية المطلوبة لإنجاح المرحلة القادمة في لبنان؟ كثير من التساؤلات نحاول الإجابة عليها في هذا الحوار. وأوجه التحية من جديد إلى ضيفي الأستاذ فادي عكوم الكاتب الصحفي اللبناني. أهلا بك أستاذ فادي. أهلا بك. مساء الخير. مساء الخير. إلى أين يتجه لبنان؟ يعني للأسف يتجه كما يبدو نحو نفق مظلم، جزء منه اقتصادي والجزء الثاني سياسي، والنفقان مرتبطين ببعض بسبب التشابكات الإقليمية والتشابكات الدولية والصراعات الإقليمية اللي مثل العادة تتمثل بلبنان. يعني أقل شيء عندنا المشكلة الكبيرة بلبنان اللي هي سلاح حزب الله، مسألة الحرس الثوري الإيراني، العداوة الكبيرة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مثلا مع الحرس الثوري الإيراني وانعكاسها على الأراضي اللبنانية، انتشار الحرس الثوري الإيراني بالعراق وسوريا ولبنان وانعكاسه، يعني مجموعة تداخلات راح تجمد العمل السياسي كعمل سياسي بلبنان، وراح تضرب الاقتصاد اللبناني وتوقف أموال كتير كان مقرر أنها توصل. دي التجاذبات الإقليمية والدولية. نعم. وطبعا حنفندها قدر الإمكان. التجاذبات في الداخل اللبناني، يعني الافتقار إلى التواصل المطلوب وأن يكون في توحد في الرؤى بشكل أو بآخر أو تقارب على الأقل، وأي إجراء يتخذ لا يرضي المتظاهرين، وفي ذات الوقت يعني تستمر التظاهرات وبالتأكيد ده بيؤثر سلبا على لبنان وربما يعيد إلى الأذهان الفراغ الرئاسي هذه المحنة أيضا اللي كانت واجهتها لبنان في أوقات سابقة. يعني فينا نشبه الوضع اللبناني هلأ معركة قصر عظم. الشارع عم بيطالب بحكومة اختصاصيين، يعني فقط اختصاصيين، ويكونوا الوزراء بعيدين عن الأسماء المستفزة اللي استفزت الشارع خلال السنين الماضية،
في طقم سياسي تعود اللبنانيين انه دائما يكون موجود، مستلمين الوزارات الاساسيه والوزارات الخدماتيه والوزارات السياديه. الشارع رافض انه نفس الاسماء ونفس الشخصيات تكون موجوده. المشكله انه ببلد كلبنان من الصعب جدا انك تتخلص من الطقم السياسي الطائفي، لانه تركيبه لبنان تركيبه معقده. هل ده سبب في رفض رجل الاعمال سمير الخطيب ام ان الرفض من منطلق انه يعني الحكومه في ظله لن تمثل يعني هذا الخليط المطلوب لانجاح المرحلة؟ يعني ان كان سمير الخطيب او اي شخص تاني، المساله مش بشخص رئيس الحكومه، المساله بشكل الحكومه نفسها، اسماء الوزراء، مين رح يستلم، مين الوزراء اللي رح يكونوا برا التشكيله. يعني لانه مجرد ما اعلن انه سمير الخطيب حيكون رئيس حكومه تم الاعلان انه حتكون حكومه تكنو سياسيه، جزء منا مختصين وجزء منا سياسيين. السياسيين رح يكونوا حزب الله، تيار وطني حر، مردا، حلفائهم. الباقي الاحزاب مسمح لهم، لحظة كلمه مسمح لهم لانه في اغلبيه عم تضغط، مسمح لهم يسموا الاختصاصيين. نرجع لنفس المسألة، انه الحزب التقدم الاشتراكي رح يسمي وزير اختصاصي، القوات اللبنانية اعلنت ما رح تشارك، سعد الحريري ممكن يسمي، بس مع كل الجوجل اللي صارت ومع كل اتجاه الانظار سمير الخطيب، ممكن خلال 24 ساعة نرجع نلاقي حكومة برئاسة سعد الحريري، حكومة طوارئ، تستمر لفترة 6 شهور. لان التسريبات اللي اجت اليوم من اجتماع الدول الاوروبية اللي عملته دعت عليها السعودية والامارات لمساعدة لبنان، انه حتى ولو تشكلت الحكومة، حتى لو حكومة بعيدة عن السياسيين، سننتظر افعالها على الارض من بعدها نقدم المساعدات. لانه بالسابق من بعد مؤتمر سيدر تقريبا سنة ونص، مرة 18 شهر، في جملة اصلاحات كانت مطلوبة من الدولة اللبنانية ما قامت فيها، يعني ما في ثقة بالطقم السياسي. حتى لو تشكلت الحكومة هاي، المساعدات الاوروبية هتتأخر من بعد مراقبة الاداء الحكومي نفسه. بلبنان يعني الشارع، اذا بنرجع نحكي عن الشارع، الشارع عم بيطالب انه بعيد عن الطائفيه وبعيد وبعيد وبعيد، بس المشكله انه في واقع على الارض. شئنا ام ابينا في تنظيم اسمه حزب الله عسكريا وسياسيا، نحن خلينا نحكي عن الشق السياسي، مع حلفائه عنده اغلبيه بالمجلس النيابي، بيقدر باي وقت يشكل حكومه، يعين وزراء ويعطيها الأغلبية النيابية، ما عنده مشكلة، هو هذا اللي راح يصير على الأرض. طيب ما يحدث حاليا، هل في خرق لاتفاق الطائف واللي كان نقطة الانطلاق اللي أودت بنجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وأيضا تمام سلام إلى يعني إدانة هذه المعطيات الأخيرة بوصفها انتهاك صارخ لاتفاق الطائف اللي كان وقع عام 1989؟ اللي عم بيصير بلبنان انتهاك لا اتفاق طائف، انتهاك للدستور اللبناني وانتهاك لكل القوانين. اصلا المفروض رئيس الجمهوريه يجتمع بالنواب كلهم او برؤساء الكتل بمعنى اصح، ليختاروا ليتوافقوا على شخص. اللي عم بيصير هلا عم بيتفقوا، والاستشارات النيابيه اللي بدها تصير يوم الاثنين اصلا يعني استشارات صوريه. يعني الاتفاق تم، وهذا خرق اصلا للدستور. يعني انه صحيح انه في يعني مجرد بروتوكول عم ينعمل، بس الخطه انحطت. يعني بكل ما يعني تحمله هذه الاستشارات من تحفظات، هي لن تؤتي بجديد من وجهه نظري. لن تؤتي بجديد لانه القرار اتخذ، وهذا بروتوكول معمول فيه بلبنان مش بس بالحكومه، كل الحكومات السابقه هيك. يعني الازمه السابقه اللي كان في فضل لمصر انها تحل ازمه الحكومه، نفس المشكله كانت. يعني تم الاتفاق على رئيس الحكومه والوزراء، من بعدها صارت الاستشارات النيابيه، وهالمره رح يصير نفس الشيء. بس الخوف هلا انه حزب الله بده النص زائد واحد من الحكومه. يعني اكثر من عدد، اكثر من نص الوزراء زائد واحد، الثلث المعطل بده يكون بايد رئيس الجمهوريه. ضعفت يعني هيدا المحور، صار اقوى او بقي قوي مقابل محور سعد الحريري، قوات لبنانية، وليد جنبلاط. يعني الأمور عم تتجه للأسوأ، ما حدا عارف مين رح يكون معارضة، مين رح يكون بالحكم. كله بقول أنا معارض وكله بقول أنا بالحكم، يعني متداخل الأمور بطريقة غريبة، وبوقت أنه ما حدا عامل حساب الشعب اللبناني شو عم بيصير فيه.
هل ممكن الرئاسة تترفع عن هذه التحفظات، ان يكون في يعني توقف عند هذه المرحلة للعبور بهذه الأزمة، وممكن بعد كده يتم الالتفات ان يكون في توحد في الرؤى وبعد عن القسمات بشكل افضل؟ يعني كيف قصدك تترفع الرئاسة؟ يعني لا اقصد يعني ان فكرة دلوقتي إثارة التحفظات فيما يتعلق بالطائف، لا يعني هل ممكن يكون في ارجاء يعني لهذه الاختلافات واتفاق على أرضية مشتركة يمكن من خلالها؟ مستحيل يعني، لانه اي تراجع لاي طرف بهالفترة بيطلع يعني مش خطوة 10 خطوات لورا، من المستحيل انه يرجع يقدم يعني يرجع على المكان نفسه. مشان هيك سعد الحريري متحفظ جدا ومصر على الحكومة التكنوقراط، لانه ما بده يحرق ورقه. يعني سعد الحريري اول مظاهرات قفز من المركب، عاد شعبيته، رجع السلطة السياسية اللي كانت بايده الشعبية رجعت له، صار عنده قرار سياسي من جديد، الدول الاوروبية واثقة فيه، الدول العربية واثقة فيه، بس شرط انه شكل الحكومة كيف رح يكون. هلأ حزب الله مصر على الشكل اللي هو عاوزه، يعني نقول حزب الله بنقول محور حزب الله اللي هو معه رئيس الجمهورية وجبران باسيل التيار الوطني الحر وباقي الأحزاب اللي بتدور بفلكهم. من هناك يعني الصراع صار واضح، مسألة سلاح حزب الله حتى لو مش مطروحة بشكل واضح وبشكل علني هي الأساس. لكن الحكومة بتشكيلتها المفروض تلبي الطموحات، وإن ما يبقاش منصب رئيس الوزراء شاغر كما هو الوضع الحالي، يعني هو مسألة يعني لا غنى عنها، أن يتم حسم هذه المسألة، وإلا حيكون في فعلا يعني ضيق في الأفق السياسي. يعني ضيق بالأفق السياسي، ما الحل؟ ماذا بعد؟ نحن نتجه إلى دولة ستنهار. لبنان دولة شبه منهارة اقتصاديا أيضا، اقتصاديا وسياسيا طبعا. يعني حتى يعني بعدين إذا تطورت الأمور يمكن يدخل لبنان ضمن البند السابع، ضمن البند السابع يعني تحت الوصاية الدولية، إن كان سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا، لأنه الأوضاع الاقتصادية مهما يعني بدك تربط الوضع السياسي بالوضع الاقتصادي بشكل إجباري، لأنه الاثنين عم يضغطوا على بعض. والشيء السيء أنه الطائم السياسي كله بلبنان شايف الوضع الاقتصادي كيف وما زال مصر على موقفه. إيه اللي مطلوب من القوى السياسية المختلفة؟ يعني المنطق بيقول انه مثل ما تفضلتي حضرتك انه فترة تهدئة، حكومة تكنوقراط، حكومة اختصاصيين بعيدين عن الطوائم السياسية المعروفة، تشتغل على الامور الاقتصادية والمالية العاجلة، ويتم تأجيل الملفات السياسية لمرحلة تانية. نعم، تأجيلها وليس القفز عنها. بس ما حدا من الاطراف السياسية عنده الرغبة انه يكون خارج المشهد السياسي. هل التسوية دي بموجبها يعود سعد الحريري الى رئاسة الوزراء؟ هيدا اللي بده، ولأي مدى يحظى بالقبول والتوافق؟ هيدا اللي بده اياه سعد الحريري. داخليا ممكن نقول نص معه، يعني في احزاب كتير شارع معه، قوات اللبنانية معه حتى لو اختلفوا بالرأي السياسي، جملات معه، بالاضافة للدعم العربي والدولي. يعني منشان هيك خلال هال 24 ساعة حتى خلال الاستشارات ممكن كتير امور تتغير. كواليس تيار المستقبل انه في اجتماع مفروض يصير لكتلة نواب المستقبل، لغاية الان ما تم تحديده، يمكن يصير الاحد بالليل الساعة 12. طيب حزب الله له نصب كبير في نعم موازين القوى نعم في لبنان، كيف يتعاطى مع هذه المسألة؟ ما هو فارض عدد وزراء، فارض عدد وزراء، وهو عارف انه فكرة أن يكون رأس الحكومة من جديد سعد الحريري. ما هو حزب الله عاوز سعد الحريري، ما عنده مشكلة بسعد الحريري، بالعكس كان متمسك فيه لآخر لحظة. يعني مش بس حزب الله وحركة أمل، يعني نبيه بري نسميه الثنائي الشيعي، ما عنده مشكلة مع سعد الحريري نهائيا، بالعكس، لأنه سعد الحريري وصل لوقت أنه عم يعرف يتعاطى بالدبلوماسية الناعمة، يعني عم يقدر يتواصل مع جميع الأطراف. بس نقطة الخلاف بين سعد الحريري وحزب الله بهالفترة شكل الحكومة كيف رح يكون، بخصوصا انه في ضغوط امريكية واوروبية على سعد الحريري، انه صار وقت انه لتقليص نفوذ حزب الله بلبنان، وحزب الله مش قادر نهائيا، خصوصا انه في هجمة عليه بالعراق، انه عم نحكي عن الحرس الثوري الايراني، لانه من ضمن منظومة الحرس الثوري الايراني، لما نقول حزب الله مش عم نتكلم عن حزب لبناني،
عم نتكلم عن حزب يدور في فلك جدا ضخم منتشر بالمنطقة العربية من اليمن وصولا للبنان. يعني في ضربات على كلب سوريا، بالعراق في مظاهرات ضده، لبنان لغاية الآن يعني بدأت بوادر رفض لسلاح حزب الله، وشفنا شو صار بالشارع، شفنا القوة اللي نزلوا فيها الثنائي الشيعي بالشارع لإسكات الشارع انه خليكم بالمطالب الحياتية، خليكم بالمطالب. لكن استاذ فادي، في سؤال بيتبادر الى اذهان الكثيرين، لما كانت الاستقالة ولما الرجوع عنها ولما الاعتذارات المتتالية لشخصيات بارزة قد يكون بعض او الكثير منها هي اللي كان لها تحفظات على يعني عدم الالتزام باتفاق الطائف، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلم وغيره. شوفي بلبنان في قاعدة بتعتمد نقاط السوداء على الأشخاص. يعني إذا نجيب ميقاتي عنده مشكلة مع حزب الله بينحط نقطة سوداء عليه انتهى الموضوع. السنيورة بيتم تهديد، صار من جاب سيرة السنيورة قبل من رجع ظهر على الصورة، انفتح ملف إنه فيها هدر بحدود 11 مليار دولار لما كان رئيس حكومة، سقط. هلا حتى الخطيب انفتح له ملفات انه في شركات شركته مشاركه باعمال انه ممكن يكون فيها شبه ده فساد. كلام حضرتك اخبار مؤكده ولا كانت مجرد يعني تكهنات؟ لا 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 تصار في الكواليس. لا، وردوا عليا، رد عليا الخطيب انه انا شركه استشاريه، ومعروف هو شركته مش بس بلبنان، بكل الوطن العربي، انه انا بقدم استشارات هندسيه، يعني اذا في فساد بالملفات هيدي انا خارجها. يعني حاولوا يحرقوا اسمه من خلال هيدا الشيء، لانه كل المطالب بالشارع اساسها قصه الفساد، اساسها المحسوبيات، اساسها توزيع الاموال وسوء الاداره طبعا، وسوء الاداره. يعني يعني حتى هلا برجع بقول لك انه حتى اذا تشكلت الحكومه، اي حكومه كانت، الاموال ما راح تدخل لبنان بشكل مباشر قبل ما يتكمل ملف الفساد. ملف الفساد مستحيل يتم التخلص منه لانه مرتبط بالطبقه السياسيه. ما فيك هلا بلبنان تحطي اي سياسي ورا الحديد بينخض البلد. يعني حتى نجيب ميقاتي حاولوا يوقفوه بشغلات تافهه، انه اخذ قروض اسكان لناس قرايبه، يعني شغلات تافهه، في ملفات فساد بلبنان. البعض بيشوف الاستشارات بان هي في ظاهرها للمصلحه لكن في باطنها سوف تضر باشياء كثيره بالغه الاهميه، لبنان في غنى عنها في هذه المرحله. مع من تتفق؟ برجع بقول لك لا استشارات، هي استشارات صوريه. الكواليس رتبت الحكومه ورتبت رئيس الحكومه نهار التلان. يعني انا بعتبرها إشارة من حزب الله أو رسالة من حزب الله لسعد الحريري أنه نحن هيدي الحكومة وهيدي رئيسها ونحن موجودين فيها. معك مهلة ليوم الاستشارات، إذا بتغير رأيك بتصير رئيس حكومة. وهو بنفس الوقت عم يبعث رسالة أنه أنا كتلتي ما أعلنت إذا مع رح صوت للخطيب أو لا بالمجلس النيابي لينال الثقة. كمان عم يبعث له رسالة أنه غيروا رأيكم لحكومة مؤقتة، هو كان طارح حكومة مؤقتة 6 شهور أو 9 شهور بس حتى يقدر يجيب الأموال من برا ليعيد شوي يعني تصحيح الوضع الاقتصادي شوي. نظر التدويل أن تدول هذه الأزمة، هل هي حل أم على العكس هي التي يمكن أن تكون المأزق الحقيقي الذي تعيشه لبنان؟ يعني هو يعني اصلا اذا بدك تطلعي بالمشكله اللبنانيه من فوق هي مشكله مدوله. يعني القرار ما في قرار سيادي بلبنان للاسف، ما في قرار سياسي داخلي. يعني كل الاوامر بتجي من برا. يعني عندك حزب الله ايران، عندك سعد الحريري مع فرنسا والامارات والولايات المتحده، يعني تشابك المصالح الدوليه. أعطيك مثل صغير، يعني بالأزمة رئاسة الحكومة المرة الماضية ما انحلت إلا ما كان في نوع من تلطيف الأجواء بين المملكة العربية السعودية وإيران، أدت أنه يوصل عون على الرئاسة وسعد الحريري ياخد رئاسة الحكومة. هلأ الوضع بين إيران والمملكة العربية السعودية بأوج التوتر، يعني مستحيل يتم الاتفاق. من شانك هي اصلا مدوله، يعني المشكله اللبنانيه هي مش مشكله سياسيه داخليه. في بروتوكول طائفي ماشي عليه البلد، اوكي، لانه التنوع الطائفي كتير بيفرض توزيع طائفي للمناصب.
بعدين حتى الموجودين بالشارع اللي عم بيتظاهروا عم بينادوا ضد الطائفيه اتاكدي انه مثلا المظاهرات اللي عم بتتم خلينا نسمي الاسماء بمسمياتها المظاهرات اللي عم بتتم بالمناطق المسيحيه مش راح يرضوا حكومه حتى لو حكومه تكنوقراط يكونوا كلهم من الشيعة او كلهم من السنه اللي عم بيتظاهروا المنطقه السنيه مش راح يرضوا الوزراء يكونوا كلهم مسيحيه يعني حكايه الطائفيه والتوزيع الطائفي هي امر صحي للبنان بس المشكله بالاشخاص الموجودين اللي الفساد شغلهم الاول وتبعيتهم للخارج شغلهم الثاني. هنستمر طبعا في المتابعه لكن اسمح لنا نتعرف بشكل اكبر على ما وصلت اليه المداولات لتشكيل الحكومه اللبنانيه الجديده وينضم الينا السيد مصطفى علوش عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل. مساء الخير تحيه لك. اهلا بك. الجديد لديكم يعني ما تم التوصل إليه؟ ما جرى من محادثات بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؟ يعني ربما الحراك الحاصل وأبرز العقبات في هذا الشأن. تفضل. يعني بعد مداولات وصراع شد عض على الأصابع على مدى الأسابيع الماضية توصلت الأمور إلى إعلان تأييد أحد الشخصيات وسمير خطيب لرئاسة الحكومة وهذا من 3 أيام ولكن الآن يبدو أن الأمور عادت إلى الغموض ولا يبدو بأن هذا الأمر هو واضح وعلى الرغم من أن الاستشارات النيابية سوف تحدث نهار الاثنين القادم لكن بكل موضوعية لا يمكن الجزم بما ستفضي إليه هذه الاستشارات في هذه اللحظة. نعم طيب يعني التواصل بين الشارع ورئاسات الثلاث إلى أي مدى هو حادث بالشكل المرضي الكفيل بحل هذه الأزمة أو على الأقل إحداث نقطة تحول إيجابية نحو حلها؟ يعني بالنسبة لأهل السلطة ورئاسات الثلاثة فقد سمعت الرئاسة الثالثة وهي رئاسة الحكومة بأن أصوات الناس و اعتمدت على قرار واحد هو انه الحل ياتي من خلال الاستقاله وان تكون هناك حكومه حقيقه قادره على حل الازمه. لكن الجزء الاخر من اهل السلطه وتحدث عن الرئاستين الاولى والثانيه بقيت تعتمد على ان هذا الشارع سوف يتعب، سوف يصل الى مرحله الانهاك ومن بعدها تعود الامور كما كانت في السابق. لذلك القضية هي هناك انفصال بين القوى السياسية وبين الشارع من جهة وأيضا بين القوى السياسية الموجودة بحد ذاتها. هناك انفصال بين القوى السياسية وبين الشارع ويعني إن كان في تطلعات إن الأمور يتغير مسارها يوم الاثنين المقبل يعني أرجو أن تبقى معنا سيد مصطفى وفي تساؤل يود أن يوجهه إليك الأستاذ فادي عكوم وهو معنا ضيفا في هذه الحلقة في استوديو أنيل للأخبار هو الكاتب السياسي اللبناني. تفضل أستاذنا كيفك؟ أهلا فيك أستاذ. بدي أسألك لحد الآن كتلة تيار المستقبل ما اجتمعت مع الرئيس الحريري صح؟ صحيح. طيب فينا نقول انه تأجيل الاجتماع ممكن يحمل مفاجأة الأحد بالليل إذا صار الاجتماع مثلا تكون مفاجأة نهار التنين والرئيس سعد يرجع على رئاسة الحكومة؟ يعني ما فيني أكد بهاللحظة هيدي كيف صار الأمور. تأييد الأستاذ سمير خطيب كان مبني على معطيات محددة وهي كافية تشكيل الحكومة وأن تكون خالية من الوجوه السياسية النافرة وعلى رأسها وزراء التيار الوطني الحر. حتى الآن لم يحدث أي شيء يؤكد على الواقع هيدي. لهيك خليني أقول أنه بناء على المعطيات وبناء على تأكيد الأمور ربما يكون في عندنا رئيس حكومة نهار الاثنين اسمه سمير خطيب، لكن بهاللحظة هيدي أنا بأكد أنه الأمور بعد مجهول. طيب اذا المجلس النيابي باكتريته الموجوده هلا عطى يعني عطى الاوكي للخطيب وحكومته رح نشوف انه خلاص التيار المستقبل رح يكون التيار المعارض بلبنان يعني فينا نعتبر؟ ممكن اذا الامور راحت الى حكومه لا تتناسب مع تطلعات التيار المستقبل، نعم التيار المستقبل ممكن يكون بالمعارض.
تمام. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، وأيضا وجه الشكر الجزيل لضيفي في هذا اللقاء أستاذ فادي عكوم الكاتب الصحفي اللبناني، شرفتني. أهلا بك. وآخر محطات جولتنا في هذه الحلقة من شؤون عربية عن احتفال دولة الإمارات العربية الشقيقة في القاهرة باليوم الوطني 48 للإمارات، وبذكرى تأسيس الدولة الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام. شارك في الاحتفالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في القاهرة. وخلال الاحتفال ألقى السفير الإماراتي جمعة مبارك الجنيبي كلمة أكد فيها عمق العلاقات التي تربط بين مصر والإمارات. تهنئة إلى الشعب الإماراتي الشقيق. هذا هو ختام لقاءنا مع حضراتكم في شؤون عربية. اللقاء يتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.